اول سمنت سمنت تعمل الكوش بتاعك يعني مع ذا كوشن عاوز تجاوب عليه ايه الستار ديزاين اللي انت عارفه لحد ما تفهمك ده انا عارفه ايه بدايه الستار ديزاين دي عباره عن بلان او الفول اللي انت هتختاره من اول ميه حتى ما تنتهي للجاس بتاعك يعني يمكن تسيب ان هي دي زي مثلا الطريق بتاعك او الوقت السكه الحديد اللي انت هتمشي عليه ما ينفعش تطلع عنه ولا يمين او شمال لحد ما تجاوب على السؤال بتاعك. هو دكتور اشرف بيتكلم معاكم عن البيكو موديل والهايبوثيسيس وكده فاحنا هنتكلم بس عن الستار ديزاين بسرعه. والستار ديزاين ده نوع من المخاوف دي اهم خطوه من خطوات البلان. يعني اي بحث بيمر خمس خطوات. يعني انت عندك بروجكت معين اي بحث بيمر خمس خطوات. اول خطوه البلان خطوتك بعد كده البرفورمانس اشتغل كده تعمل ديكومنتيشن اللي هو تدوي الداتا اللي بتطلع عندك بعد كده تعملها اناليسيس واخر حاجه تعمل بابليكيشن. يبقى بلان برفورمانس ديكومنتيشن اناليسيس بابليكيشن. اهم خطوه من الخطوات الاهم والثقيله في البلان هي خطوه سبيسيفيك تايب ستار ديزاين. اهم خطوه ان انت تختار البروجكت ديزاين بتاعك. ومن اهميه طبعا كمان ان انت لو اخترت بروجكت ستار ديزاين معينه وانت بعد كده اكتشفت ان هي في كان افضل او ان هي مش هتوصل للنتيجه بتاعتك. احنا انت كده لازم تعيد بحث من اول تاني. وده سبب اهميه الستار ديزاين. اي ستاتيستيكال اناليست تعملها غلط فيها ممكن تصعب. انما الستار ديزاين لو غلط فيها لازم تعيد بحث من اول تاني. عندنا البرايمري اللي هو حضرتك كريت نيو داتا، داتا بتكون موجوده في الموقع انت بتكريت والسكند اللي هو الفيو. البرايمري قلنا اللي هو زي لاب اللي هي بتشتغل على انيمالز سكريبتد اللي هو بص حاجه بتحصل واناليتيكال اللي هو بتحلل ظاهره معينه سواء اوبزرفيشن او اوبزرفيشن هنتكلم عنها. يعني بعد البروتين لو جيت وصلوا للإيفيدنس بيرمنت اللي بتاعت خالص اللي هو أول أخر اثنين اللي هو تكاليف سواء كان جيتو أو بانيا ده كلها بسيطة. بعد كده اللي هو الأيدياز بيرمنت اللي هو رأي الخبير أو رأي الاسم أو الصف يعني. ولو جيت إن هو في قاع المعارف يعني مش دايما الرأي هو صح. انت بتشوف مثلا ان الشمس هي اللي بتلف حول الارض لما صح الارض اللي بتلف حول الشمس فمش انت شايف ده هو الصح لازم يكون عندك ايه؟ بعد كده السيموس بتفضل دايما نتكلم عنهم وقسم البول كوبوت والراس كي بس حاجه خالص سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيس. اللاب ريسيرش اللي هو على الانيمالز والسيلز والدي ان ايه والسينسس وكده واحنا هو لو قسم بيت على بعضهم دي لان الظروف اللي بتكون فيها اللاب ريسيرش مختلفه عن اليوم ان انت لو طلعت بكونكلوجن معين في اللاب ريسيرش ما ينفعش تطبعه على اليوم على طول. في كيسز بتمر بيه هو الدكتور اشرف كان بيتكلم عنه اللي هو الكيس بتاع الباص دي. فالانيمال ريسيرش مش هتفهم وانت تطبعه على اليوم الاول بس ممكن تفهم منه الميكانيزم بتاع ضرر معين السايد افكت بتاع ضرر معين ممكن اللاب ريسيرش تعرف كده. فدي مشكله في اللاب ريسيرش. النوع بعد كده احنا قلنا انيمال او اللي هي ريسيرش وبعد كده ديسكريبتيف اوبزرفيشن. الديسكريبتيف اللي هو طلب بتوصف احداث موجوده في المجتمع بس ايه انت ما بتدخلش ما بتحللهاش. يعني ايه عشان نفهم المثال ده في عندنا جون سمو 1851 ده تكنولوجيست. جون سمو لاحظ ان في اوت بريك في لندن عن الكوليرا حصل كوليرا اوت بريك 2080 واحد مثلا وما كانش معروف في وقتها الكوليرا دي بتنتهي ازاي. هل هي بتتنقل بالقوطه بين الاير يعني وايف بيوم لبيوم ما كانش معروف الميكانيزم ده. فشوف اسمه قال والله يا جدعان انا شايف ان الكوليرا بتتنقل عن طريق الكونتاكت ووتر. ده اللي عمله شوف اسمه لحد دلوقتي ده سكريبت اللي هو ايه؟ لاحظ ظاهره في المجتمع وحط لها هايبوثيسز وقال انا شايف ان الكوليرا بتتنقل عن طريق الكونتاكت ووتر. هو بقى مثلا ما اثبتش النظريه بتاعته يعني
هو الحال دلوقتي ده ديسكريبت. عشان يثبت المصدر بتاعه لازم يعمل اناليتيك ريسبونس وده هنتكلم عنه. هو شو اسمه عمل ايه بعد كده؟ جو سموك راحوا على اليوتيوب الموجوده في المواقع. المواقع اللي كانت جو سموك فيها بيرسينها كانوا بيرسينها حاطين معين، حاطه اسمها لابس وحاطه اسمها ساو ستور. فجو سموك قال خبط على اليوتيوب وقال انتوا بتشربوا ميه منين؟ قالوا احنا بنشرب مثلا من ساو ستور او من لابس. طب وكمان قارن معاهم سالهم انتوا حصل عندكم كولرا ديزيز ولا لا؟ وعمل تجربه كده واستنتج ان كل الناس اللي بتشرب من ساو ستور عندهم كولرا، قالوا كولرا، الناس اللي بتشرب لابس ما حصلهمش حاجه خالص. فهو كده يقدر يثبت ان الميه بتاعت ساو ستور هي سبب ايه؟ الاوت بريك. فالجزء اللي هو عمله جوز ده اللي هو دخل على الجروب وعمل خبطه فيها ده اللي هو اوبزرفيشنال اللي هو ايه؟ بحث الاحداث. هو ما راحش خبط على الجروب وقال لهم اشربوا ميه ليه ما تشربوش ميه ليه؟ ما عملش اوبزرفيشن، هو جوست اوبزرف. فكده احنا عندنا جزئين، جزء السكريبت اللي هو لحد ما عمل كوميونيتي هايبوس بتاعته، بعد كده ايه يعني يقدر يعمل تيست ايه الكوميونيتي ويثبت ان هي صح، ده الجزء اللي هو ايه؟ اوبزرفيشن. تمام؟ ودي تسميها في محافظه الميه هي تسميها البامب بتاعت بتاع ساو ستور، هو راح خسرها وفعلا كان اول سبيك بتاع الكوره في الوقت ده، وده كان انجاز كبير. طب انا هستفيد من السبيرتي يعني انا ما هي مش هقدر اعمل تيست هايبوس بتاعتي، هستفيد ان انا هقدر اعمل هايبوس سيميشن، اقدر اعمل هايبوس ان انا اشوف احداث بيرسنتج منها اقدر اعمل هايبوس. تاني حاجه انا ممكن اعمل بريفنشن بروجرام، يعني لو في اوت سبيك مفيش وقت ان انا ممكن الناس تشتغل ان هي تعمل اناليسيس للهايبوس اللي موجوده في الجسم الصحي طبعا او خطا، بس انا عاوز اعمل بريفنشن بروجرام في الوقت. فالسكريبت بتفيدني ان انا ممكن اعمل يعني انا اثبت ان في كونتنت او بحس ان الكونتنت هو هي السبب، يبقى انا اصلا اقفل الشركه دي، انا عامل بريفنشن بروجرام لحد ما الاقي نسبه صحه او خطا الاصابه دي، يبقى دي بتفيدني قوي ان انا اعمل بريفنشن بروجرام. عيوبها طبعا كمان تيست هايبوثيسيس وكان في كومباوند. يعني ايه كومباوند؟ يعني في عامل مشترك انا مش واخد بالي منه ممكن هو يكون سبب الاوت كام ده. انا عاوز اشوف مثلا علاقه الفيزيكال اكتيفيتي او الفيزيكال اكتيفيتي بالكرونيك هارت ديزيز. فهو بيسمع الناس اللي هي مثلا بتلاقي في الاول كان سي واشوف خصوص الكرونيك هارت ديزيز هو بيلاقي. يعني انا لقيت ان في علاقه ما بين ايه؟ الناس اللي عندهم فيزيكال اكتيفيتي قليله وبين الكرونيك هارت ديزيز. يعني الفيزيكال اكتيفيتي ده احد ايه؟ احد الاسباب الكرونيك هارت ديزيز. فواحد تاني يقول لا خلي بالك هو الفيزيكال اكتيفيتي هو مش ده السبب، ده في سبب تاني، الناس اللي بتمس لغه بتاكل لايف ستايل مختلف، لايف ستايل بياكلوا اكل معين، اكل فيه مثلا لون كتير، فمش ده السبب الرئيسي اللي خلى الاوت كوم ده، في سبب تاني ما كنتش واخد بالك منه، فده الكونفورم اللي هو عامل مشترك. طب انا هعمل ايه؟ انا لازم اعمل اكسكلود الكونفورم كده عشان كده ده بتيجي فايده ان انت يكون في السايت بتاعك في حاجه اسمها انكلوشن كرايتيريا واكسكلوشن كرايتيريا، مين اللي دخل البحث معاك ومين اللي استبعدك؟ والكروشن كراتيريا والكروشن كراتيريا هي اللي بتقدر تحكم بيها وتقلل البايس معاها، فدي ديت يعني كونفورم. فالديسكريبتيف انت اصلا ما يعني ما عملتش اناليز، فطبيعي يبقى في كونفورم. تمام؟ الحته دي مفهومه؟ يعني الديسكريبتيف انا عملت اناليز الديسكريبتيف دي هايبوس لا يعني اقصد يعني ايه اناليز؟ يعني هي اوبزرفيشن عباره عن ديسكريبتيف انا عملتها. طيب ازاي انا اعمل بريفنشن بروجرام لحاجه ما حصلتش؟ يعني مثلا زي ما دكتور محمود عماره كان بيقول حد لاحظ ان دواء معين ممكن يكون له علاقه بالكانسر، هل انا بقى اوقف الدواء ده لحد ما اثبت ان له علاقه او لا؟ هو مش دايما في المواضيع دي بيستخدم فيها يعني السكريبت، يعني هو ان هو المعروف مثلا يعني في اوت كانسر او حاجه كده يعني وزاره الصحه عاوز تاخد قرار او حاجه، فهي مش لازم تستنى لحد ما يثبت صحه النظريه بتاعت الحاجتين. يعني انا مثلا عامه هي الانمي كامل بعض، انا نزلت مثلا عملت مسح لقيت مثلا ان مثلا الناس اللي عندهم الناس اللي شافوا الطريوش عندهم نقص مثلا في او عندهم في الفيرتيتي. فانا ممكن اخد يعني انا كده نزلت الاوبزرفيشن، فانا اخد بريفنشن بروجرامز مثلا اقل ساعات العمل. انا محتاج اخد بريفنشن بروجرامز بسرعه. طب لا هي الديسكربتيف جاست بس ان هي بتساعد بتوع الكوميونتي ان هم ايه يحطوا بريفنشن بروجرامز لحد ما يثبتوا صحه النظريه او خطاها. بس هي عيب فيها ان انا ما اقدرش اثبت صحه يعني كل حاجه لها ميزه وعيب. احد عيوبها الكبيره ان انا ما اقدرش اثبت العلاقه يعني الجزء اللي مش العلاقه السببيه بين الاكسبوجر او في بقى الديسكربتيف بروجرامز دي سي او دي سي او دكتور ايمان ودكتور محمد.
كويشن يعني عاوز اسال فيه حاجه. الاوبزرفيشن بقى انا لاحظت الحدوث الايفنتس ان انا ابتدي بقى اعمل اناليس، بس الاناليس بتاعي هو جاست اوبزرفيشن. يعني ايه؟ انا ما بروحش لحد اقول له اعمل كذا وما بعملش كده، انا ما بتدخلش، انا من بره بعمل اوبزرفيشن. هم عندنا ثلاثه كروس سيكشنال كيس كنترول وات، والثلاثه بيختلفوا بس في الدايركشن بتاعهم اللي هو التايب بتاع السكوري اللي بيشرحه والتايم. انا بتكلم عن كل واحده بسرعه كده. الكروس سيكشن انا بنزل بشوف العلاقه بين الاكسبوش الترا انزل سيم تايم. انا بروح بسال دلوقتي عن الاكسبوش الترا والديسيز والريسك بتاعته انزل سيم تايم. ما بسالش ما بعملش فلو اب او ما بسالش عن ريسك. تمام؟ انا رحت المستشفى شفت الناس مثلا عندهم كل ديسيز وبيدخلهم وما بيدخلوش عشان اشوف العلاقه ما بينهم. انما مثلا ما بسالوش الكود اللي دخل كده او ما بعملش فلو اب ناس بتدخل عشان يحصل لها كل ديسيز. ماشي؟ تمام؟ دي بتستخدم برضه في الالوجيشن ريسورسز والليس نيدز. مثلا يعني هنزل اعمل مسح، يعني مثلا زي ما قلت لك مثال برضه الالوجيست ده، انا نزلت المستشفى وعملت مسح الناس اللي هم الالوجيست لقيت عندهم فيرتيلتي نسبه فيرتيلتي كبيره، فانا لازم احسب الريكشن يعني الريكشن كومبنسيشن انا لازم اقيس حاجه عامه. نزلت الشارع لقيت ناس مثلا اشتغلت مهم عندهم نسبه فيرتيلتي كبيره، فانا لازم ايه؟ ان انا اوفر له مثلا شربات واقعيه يعني دي بوستيشن لازم اعمل مسح عشان ايه؟ اخد ريفيشن بروجرام. احد الامراض الكبيره يعني اللي هي الريسك فوزات ان انت ما بتقدرش تقول مين ساب مين. عشان نفهم المثل ده، انا لو زرت مثلا معهد طرمان وسالت ناس عندهم كانسر، انت عندك كانسر او شفت عندك نقص فيتامين ايه ولا ما عندكش؟ فلقيت مثلا ان معظم الناس اللي عندها كانسر عندها نقص فيتامين ايه. هل انا اقدر اقول ان الكانسر هو اللي سبب خلى الناس معاها نقص فيتامين ايه ولا نقص فيتامين ايه هو اللي سبب الكانسر؟ انا بالبلو ستيشن ما اقدرش اقول. ليه؟ ما عنديش دليل. هما الاثنين ممكن بعض، انا ما اعرفش مين سبب مين. انا ممكن يبقى نظره ده بيصور ديزاين اعرف انا لازم مين سبب مين. انما احد بالبلو ستيشن ان انا مش عارف مين سبب مين. مين سبب مين؟ بس بعض الحاجات باي فورمسنس ممكن انت تستنى. يعني هنضرب مثلا ده دي دراسه اتعملت في كاليفورنيا عشان تقارن ما بين الهوسبيتاليزم والهوم بيبوز، الولادات اللي بتتم في المستشفى واللي بتتم في البيوت. وجدوا ان البريتيرم والتوينز واللوبيت كان نسبتها في الهوسبيتال اعلى من الهوم. دي بوستيشن ستار. انا واحد بالوحده الاولى كده او المصر الاولى وشفت الاقتصادية قال ايه ده النسبه او المخاطر اللي بتحصل في المستشفى افضل من البيت. يعني واحد يقول اصلا انا موجود في البيت، انا ليه اروح مثلا المستشفى يبقى اصلا في بريتيرم او لوبيت او توينز. بس باي كومن سنس انت لازم تعرف برضك ان دي بروستيشن، ان انا الست اصلا اللي عندها ريسك فاكتور طبيعي تولد في المستشفى وطبيعي ما تولدش في البيت، اللي حامل في اكتر من واحد طبيعي تولد في المستشفى ما تولدش في البيت. فلما احنا عملنا بروستيشن بدنا نوصل دي. بس انت ممكن تستنتجها بعض الاحيان ممكن تستنتجها زي الفيتامين في مصر، فدي علم البروستيشن يعني. البروستيشن ممكن تديني برضك في حاجه ان انا اعرف دور الجينكس في الديسيز. يعني نسبة حدوث الديسيز أو الجينات دورها قد إيه في حدوث الديسيز؟ ممكن أعرفها بالبروستيشن. دي ستادي برضه اتعملت في كاليفورنيا عاوز يشوفوا يعني الريلاتيف ريسك المقارنة بتاع الريلاتيف ريسك ما بين الكانسر أصلا ما فيش جابانيز والوايتس أمريكان أو الوايتس اللي هو أمريكانز عاشت في كاليفورنيا. وجدوا إن الريلاتيف ريسك للجابانيز اللي هم عاشوا في اليابان مقارنة بالأمريكان 8.4، يعني نسبة كبيرة جدا. الخطورة الناس اللي عندهم الناس اليابانيين نسبة الكانسر أصلا عندهم كبيرة جدا. طب قالوا طيب هنشوف الناس اللي هي هاجرت امريكا او هاجرت كاليفورنيا لو ما ايه عاشوا فتره من حياتهم في اليابان وبعد كده هاجروا مين؟ هاجروا لكاليفورنيا. لقوا نسبه قل من 3.4. لما قالوا طب خلاص احنا هنشوف السانز اللي هم ايه بتاع الاميجرانتس جابانيز اللي هم ما شافوش اليابان اصلا. يعني احنا هنشوف ريليتيف بيست عباره عن سبايس اميجرانتس اللي هم ما شافوش امريكا خالص ما شافوش اليابان اصلا. فلقوا نسبه 2.8. انت يمكن سيك ان 2.8 دي هي الجينيتكس رول ان كانسر سكرين بالبروستكشن ستار. تمام؟ يعني مفهوم طيب؟ كده خلصنا البروستكشن قلنا السوشيال اوتكم از سيم تايم الكيس كنترول بقى انا لقيت بعد الديسيز ما حصل واسال عنه واشوف الريسك فاكتور بتاعته او الهيستوري عشان اشوف الريسك فاكتور معينه او اكسبوشر معينه مثلا عنه عشان اشوف علاقته بالاوتكم. يبقى انا بقارن من الكيسز ومعايا طبعا كنترول الناس ما حصلهاش ديسيز واعمل ريتروسبكتيف واشوف الحدوث العلاقه ما بين الريسك فاكتور والديسيز. عشان كده
دايما الجسم بتروح ريتروسبكت ترجع لورا يعني تيجي بعد تسيس المصل. يعني طب ايه يعني ايه نقطة القوة في الجسم بتروح؟ يعني هي جوت فور ريل كونديشن او ريل ديزيز. يعني انت ما ينفعش يبقى في ريل ديزيز وعاوز تقفل نفسه بحاجة معينة بريسك فاكتور معين وهو اصلا مريض فلازم تبص اصلا قليلة عشان ما تصعبش مثلا على نفسك سموكينج والامتيازات الخاصه. يعني كده بس الناس لازم تبص اصلا قليلة جدا. فيعني مش معقوله ان انا هجيب واحد ما تصعبوش ريسك ديزيز وعمله في الواقع لحد ما يحصل حاجه ليه. العكس ممكن يحصل ان انا اروح ناس مصر عندها الامتياز اصلا اتنصر واسالها هي كانت بتدخن ولا لا. هي كوهورت انما الاسم كنترول ما ينفعش الكوهورت ما ينفعش كده. انما الاسم كنترول لازم تاني ان الكيس كنترول هي الجوت بوريه سيز. اما الكوهورت اللي هو ان انا باجي قبل تسمع صلى عمله في الاب دي جوت فور ريال اكسبوجر. يعني عشان نفرق بينهم انا عاوز اشوف علاقه السموكينج في البكتيريا الكانسر. البكتيريا الكانسر ده ريال سيز فانا هعمل ايه؟ انا هوري ناس عندها بكتيريا الكانسر واعمل لها ريتروسبكتيف شوف عندها سموكينج ولا لا عشان اشوف علاقه السموكينج في البكتيريا الكانسر. انا ريتروسبكتيف بلاقي كيس كنترول. طب انا عاوز اشوف مثلا علاقه الاسبسوس باللنج كانسر. الاسبسوس ده ريل اكسبوجر يعني نسبه التعرض نفسي قليله جدا. فانا ايه؟ اروح مصنع الناس بتشتغل اسبسوس واعمل لهم فولو اب لحد ما يحصل لهم كانسر. تمام؟ دي اسمها ايه؟ كوهورت. تمام؟ طبعا انت ايه بعد الديسيزم حصل؟ طبعا انت ليس فاين مفيش وقت قليل جدا وكمان ممكن تشوف تسال عن كذا ريسك فاكتور. تمام؟ طب نقطه ضعف بتاعها اللي هي الجول بايز يعني انت ايه؟ يعني دايما البيشنس يعني ممكن اوفر استميت او اندر استميت هو مش فاكر قوي يتعرض قد ايه؟ فنسبه الريموف باس كبيره قوي. ثاني حاجه الاوبزرفيشنال بايز ان انت اصلا بتطلب انت تاخد تسال بيشنس انت اصلا عارف حل فممكن اصلا يعني غصب عنك كده تملى داتا او تاخد داتا او ما تستخدمش حاجه داتا معينه عشان تعرف كده. يعني انت عارف يعني مثلا احنا في الدراسه اللي اشتغلنا فيها كنا بنشوف علاقه الفيجوال اكتي باللايف ستايل. فانا راجل مصر مثلا 66 مش هروح اساله يعني انت متخيل ولا ما متخيلش؟ يعني تعرف تخيل ولا لا؟ واحد مصر 66 اساله انت هتعرف تخيل؟ هو طبيعي اصلا ما اعرفش اخيل ما بشوفش غير اصلا. فانا انا اصلا وانا باخد منه الداتا دي انا ما بقدرش يعني مكسوف ولا اساله السؤال ده. فممكن ايه؟ اعديه السؤال ده وانا بجمع الداتا منه ممكن اقول السؤال ده. ده اوبزرفيشن بايز انت مش هتعرف تعالج بس انت غصب عنك احيانا بتضطر انت تعالج ليه؟ انت عارف مثلا حاله الديسيز وايه اللي تقدر عليه وما تقدرش عليه؟ دي الاوبزرفيشن بايز. نعم؟ لا هو انت لازم اصل انت عندك كذا واحد يعني انت الدراسه بتاعتك كانت في اشمل نظر 66 ونظر 66 مثلا. فانت حاطط السؤال ده في بعض الاسئله تنفعهم وبعض الاسئله تنفعهم. هو انا ما اعرفش بقى عالم دي جامعة استفيد منه ان الواد سايق الواد السؤال بتاعته كده شكلها عامل ازاي؟ طيب بس انا لو حطيت حتى المعلومة صح وانا ما سالتوش ايه المشكلة؟ انت ممكن تقع في اوبسرفيشن بايز. انت انا هقول لك حاجة احنا بيقول في ناس اصلا ممكن نظرها على 6 على 60 ومش احسن منك. هو بالخبرة وبالتعود بيعرف يعمل حاجات انت اصلا ما بتعرفش تعملها. فانت مش عارف هو هيعمل ازاي. ممكن اسال ريلي في النص هو عندي بس هو بيسال مين اللي هتدخله معايا في الاستادي مين اللي مش هتدخله؟ يعني عاوز اشوف الاول من الدروس دي واي حاجه مثلا هل اي واحد شفت تخين اقول ده دخلوا معايا في الاستادي وده واحد مش تخين قوي ما دخلوش. انا لازم احط انكلوشن كرايتيريا او اكسكلوشن كرايتيريا شارب جدا واي حد منطبق عليه دخله واي حد مش عليه ما دخلوش. انا مثلا عاوز اشوف علاقه الاوس دي بحاجه انا عندي الاوس دي مين تعريفه بي ام اي بتاعه اكتر او يساوي 30 فاي حد بي ام اي بتاعه الماضي مثلا يدرس 30 فاكتر هدخله في الاستوديو بتاعتي. واحد 29 9 10 مش هدخله وبطبع الانكروشن كراتيريا الاستوديو كراتيريا على الكيس كنترول. تمام؟ شرط يعني عشان الدراسه ما تبص. طب انا بجيب الكيس بتاعي منين؟ يعني انا عاوز اشوف علاقه مثلا ان كانسر بسموكيز انا بروح مثلا عندي حاجتين اما الهوسبيتال المستشفى او اروح البوبيليشن الناس العيانين اللي موجودين بره المستشفى. كل حاجه يعني سواء هوسبيتال او بوبيليشن كل واحده لها ميزه وعيب. يعني الهوسبيتال الاسفل انت المريض في ايدك وتعرف تتعامل معاه بسهوله وهو الكومبلاينس بتاعته عاليه انما المريض اللي هو في البوبيليشن انت مالكش كلمه عليه ممكن يعني يفور منك ما يقدرش داتا كويسه. بس المشكله في المستشفى ايه؟ ان انت
مثلا رحت مستشفى حكومي، الناس اللي بتروح المستشفى الحكومي دي بتشترك في لايف ستايل معين. لو رحت مستشفى مثلا استثماري، الناس اللي بتروح المستشفى دي ناس قال مثلا سوشيال بروفايل، فانت هتفقد شرايح المجتمع انت عاوز تعمل جنرايز الداتا بتاعتك عليه. فدي مشكله المستشفى. ليه ما تعملش بين الاثنين؟ ماشي، ما هو دي بقى يعني الكورونا بتاعتك انت. انت ممكن كمان تبقى عندك يعني لكل كيس كذا كنترول، كنترول من المستشفى وكنترول من العياده وكنترول ريلاتيف. ما هو ريلاتيف ده هو زي الكيس بس هو ايه؟ نوت ديفلوب ذا ديزيز. وكمان لازم تعرف ان الكنترول لازم يكون كومباوند تو ذا ديزيز بتاعك، بحيث مثلا لو شفت علاقه الجلوس مثلا الكورونا فارسيز، لو الكنترول ده البادي ماس اندكس بتاعه كان 30 كان داخل المتوسط بتاعك، بس هو البادي ماس بتاعك اقل من طبعا اقل من 30 عشان كده ما دخلش. يعني لازم تثبت ايج معين او رينج معين في ايج 6 تشوف عامل ازاي الكوبيشن معاك. يعني لازم تحط ايه سكوبات معينه بحيث الدراسه ما تخش جامد. الكورس بقى احنا بقى ايه؟ جينا قبل السيزون نفسه هنعمل ايه؟ هنعمل فول اب. فدي الكورس فانت بتبدا ما عندكش البروفايل.
هي ان انت مثلا الجسم كنترول انت بس العيان في العلاقه بينها وبين انما الريتروسبكتيف وورك للعيان يعني ما تسالوش عن حاجات هي مسجله في الجورنال لان اصلا انت لو كنت عملت فور اب انت كنت هتدون نفس الداتا اللي انت اللي هي موجوده في الريتروسبكتيف هي راجعه لك بس ورا يعني دي الريتروسبكتيف ايه؟ اي يعني كيس كنترول رابورت في كنترول عشان كده هي اديتشن ومش مش اديتشن واللي بيجي لي الكنترول ده زي كيس يبقى فيه كنترول مفيش كنترول 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 ماشي هو بس كل الفكره ما حصلوش تزيد بس انت المثال بتاعك قلت كده عن الاوضه بتوصف في الدراسه بتاعتك جزء من تمرين تمرين في الدراسه بتوصف في الدراسه عشان كده انت بتقول نوع منها الكورت مش هي الاساسيه لا هي الكورت يعني مش شويه مش شويه هي بسيطه ولكن ماشي اوز بتوصف تمام انما كيس كنترول اوز بتوصف اللي انت مش بقى اللي هي الاسكي في بعض الاسكي بس كونسبريشن لازم ناخد بالنا منها بالنسبه للانترفيشن انت هتخلص كواس كريتمنت او يعني ميديكال او سيرجيكال لازم يكون عندك سفيشن داوت ان هو ان هو ايه؟ ان هو مش يعني ما هوش 100% انفكتيف في عندك شك فيه عشان كده انت بتحرمه من ناس معينه وعشان كده بتعمل عليك ان انت تطيب وبرضه في نفس الوقت يكون عندك سفيشن بليف ان هو انفكتيف ليه؟ لان انت هتعرض ناس ليه فبالتالي لازم ما يكونش ليه سايد افكت كبيره ودي اهميه الكلينيكال اللي هي ايه؟ انت بتدربه مثلا على الانز وبعد كده على نيسي فولنتير عشان تشوف في سايد افكتس ولا لا. في بقى في مثال مثلا ممكن يشيلها مع بعض زي الانسيدنت الاسكندر فيلم بتاع 28 اللي بيرسلها ما تعملش عليه كلينيكال ترايل. ليه؟ لان هم اول ما اخترعوه وجدوا ان هو قلل الموتاليتي ريت 6 مرات في النمونيا. فيعني مش معقول يبقى حرام ان انت تقعد تجرب دواء اثبت يعني النتيجه بتاعته 6 مرات موتاليتي ريت يعني دراماتيك افكت. بس الحاجات دي ما بتضربش كتير يعني. في نفس الوقت كمان الانترفيشن بتاعك ما يكونش هارد فور يعني حاجه هارد يعني مش عاوز اشوف سموكينج بروح مثلا تروح واحد يقول دخن عشان تشوف هيحصل قدام خمس دقايق لازم الانترفيشن بتاعك ما يكونش هارد انما الكيس كنترول او الروبوت هو اوريدي اصلا ممكن يدخن الاصلي لو احنا فاكرين البيراميد ان هي تعتبر يعني بعد السيستماتيك اليومي عشان الراندمايزيشن الراندمايزيشن يعمل دايلوشن لان البايس عندك او كونفاوندنج كمان ممكن يبقى فيها بايننج فبالتالي هتتجنب البايس سواء في البيشنت او الاسبيريتور طبعا انت الاوزر ريليشن شيب في الاخر لان انت عندك ايه؟ عندك انترفيشن اوت كوم طب انت بتجيب الناس اللي هتشتغل عليهم ازاي؟ انت عندك مثلا حاجه اسمها ريفرنس ريليشن الناس اللي انت عاوز تتعامل مع عليهم الدراسه بتاعتك عاوز مثلا تشوف علاقه دواء معين مثلا عاوز اشوف هل ممكن بين ومين يعني الاوبسيت ولا لا فانت عندك في ريفرنس انفورميشن الناس اللي انت هتعامل عليهم دراسه قد يكون سن معين او يعني بي ام اي معين او يكون الناس كلها حسب السؤال بتاعك هو ايه وريفرنس انفورميشن تختار منها حاجه اسمها اكسبيرمنتال انفورميشن الناس اللي انت ممكن تطبع عليهم دراسه تعمل لهم انفيتيشن دعوه تبعتهم تعمل اعلان قريب بره الكلام ده فبيجي لك مثلا ناس معينه والناس اللي ما بتستجيبش دي مهما ويلنج فعندك في جروب اللي هو ايه ويلنج فانا عندي وقت ويلنج بارتيسيبنت ناس عاوز تشتغل انا بشوف الانكلوجن كرايتيريا او الانكلوجن كرايتيريا بتاعتي ان انا هحطها واطبقها عليهم عاملين سكرين تاني بحيث ان اطلع منهم حاجه اسمها ايجابي ناس قابله ان انا ايه اطبق عليهم الدراسه بتاعتي فانا شفت الويلنج الاول وبعد كده الايجابي في حاجه اسمها دولاتيري شوز المشكله ان الناس اللي بتتطوع تشارك في الاستاد هي ناس ليها لايف ستايل معين، ناس بتحب تشارك في المجتمع، ناس خدومه، فناس مور هيلثير عن الاخرين، بيمارس رياضه ملوش حاجه سيئه، فانت كده فقدت الدراسه بتاعتك في ناس ثانيه انت كنت عاوز تتعامل معاهم عليهم الدراسه، فدي نقطه الكومنتيك شوف انت عشان كده ممكن يعني تحلها يكون عندك يعني داتا كده لكل الناس اللي عندهم ديزيز او الناس اللي هي مش عاوزه تشارك معاك، اسم يكون عندك حاجه ترجع لها، تقدر تقارن ما بين الناس اللي موجوده عندك الناس اللي ايه اللي هي ما تقدرش تشارك معاك او الناس
ما ينفعش الطبع اللي يشتركوا معاه في الترايل بتاعتي تاخد منهم الايدوكيشن بتاعتهم الايدج الستيكس كل الداتا دي هتنسي تقدر تقارنها. في مقوله كده في الريسيرش هي شون ذات بيبول اوفن كتير اوفن ليف لونج. الناس اللي بتشترك في الكلينيكال ترايل بتعيش اكتر من الناس اللي هي نون بارتيسيبنت. انت بعد كده اي حد يشتغل بعد ما خلاص ما هو عاوز يشتغل في الدراسه بتاعتك انت بتقعد تقول له مثلا تقول له انت ممكن تكون في البيت ار او الكلاسيك ار اللي هو ايه؟ او الاصغر ار انت عندك تو ارمز في اي كلينيكال ترايل. التريتمنت ار اللي هو انت عاوز تدخله وتلاسيكو او يكون في الستاندرد تريتمنت اللي هو موجود اصلا اوريدي. فانت بتقول له انت عندك اهتمامات هنا او هنا. وده مهم جدا. وكمان لازم يكون في تسليم ولا ممكن تدي تريتمنت ار ليه؟ عشان العيان لو اكتشف مثلا ان هو مش بياخد حاجه هيسيب الدراسه بتاعته هو مستفيد من ايه؟ هو لازم يبقى فيه تسليم ار. وكمان في نفس الوقت انت التسليم ار او التسليم بيوضح لك نسبه السيكولوجيكال تريتمنت في العيان. لان هو لو حصل تحسن بالبلاسيبو بيتقال لك جزء اللي هو ايه؟ السيكولوجيكال بتاع ايه؟ بتاع العيان. وده نقطة مهمة جدا حتى في اللابس بتاعك ان انت يبقى في عندك سيكولوجيكال سبورت. كمان ان انت عندك نورماليزيشن ان انت ايه؟ انت مفيش حد عارف هو هيروح فين فلو في اي كومباوند عامل مشترك هيحصل له دايلوشن انه هيروح هنا زي ما هيروح هنا فبالتالي الفيت بتاعه هيحصل له دايلوشن. كومبلاينس مدة الدفاعية بتاعت البيشن نتيجة الضرر ممكن يكون سايد افكت معين جزئي او كونتي يخلي العيان ما ياخدش الدواء. ممكن يحصل له هو ينسى ياخد الدواء مثلا او يكون مثلا عندك ميديكال ار ميديكال تريتمنت ار سيرجيكال تريتمنت ار في دواء وسيرجيكال انترفيشن. ممكن واحد يروح الميديكال يقول لك انا عاوز اروح الجراحه واحد يروح حصل جسم الجراحه مثلا يقول لك انا عاوز اروح الميديكال. فانت لازم من الاول تتعامل مع الايشوز دي لازم يكون عندك يعني موتيفيشن للبيشنت وتوصل بيهم تقارن بجرعه الدواء وهو ايه العيله بتاعتك تقول له هات الحبوب الفاضله معاك عشان تشوف هو بياخدها باستمرار ولا لا. لان كل ما زادت الكومبلاينس بتاعت الدراسه بتاعتك كل ما الفيلم هيكبر يكبر. تمام؟ نقطة البايننج احنا عندنا بايننج سنجل ودبل. السنجل بايننج هو البيشنت مش عارف هو بياخد ايه. والدكتور عارف معاه الطبي هو البيشنت والدكتور مش عارفين هو بياخد ايه. السنجل بايننج مهم جدا عشان ايه؟ السايكولوجيكال افكت في نفس الوقت انت لازم يكون عندك كنترول. والدبل بايننج قد يكون في بعض المهم بعض الحاجات مثلا لو في حاجه سبونسر ليك فانت لو انت عاوز تبين الدواء ده نافع او افكتيف هتبعت الناس بتاخد الدواء يبقى هو بينسر او ليه عشان يبان ان الدواء ده تقسيم والناس مثلا الدواء اصلا حتى لو الدواء افكتيف مش هيجيب نتيجه معاهم تبعتهم على ايه؟ على البلاسيبو عشان عارف ان مفيش افكت عشان تثبت في النهايه ان في افكت او العكس انت جاي لك واحد مثلا يعني تعبان قوي فانت نفسك تدفعه باي حاجه فتقول له روح على جسم الطاقه واحد مثلا يعني هيلسي شويه تقول له روح انت على البلاسيبو. فانت لو كل واحد جالك تعبان بعته على تريتمنت واحد يعني لسه بعته على بلاسيبو كده الدواء بتاعك مش هيقدر يبقى تاثيره سواء اوفر استيميشن او اندر استيميشن ده ولا كلام مطلق بايننج. احنا عشان الاسباب دي سواء الرانكمايزيشن او البايننج هي الاصل دي بتيجي في كومنت الايفيدنس دي كلها. ودي يعني كده مراجعه احنا عندنا سكريبتيف اللي هو كيس يو كي سي ار او سكريبتيف ايبيولوجي وعندك الاناليتيكال اللي هو الاوبزرفيشن انت جاست اوبزرفز ايفنتس بتاعت الدوس الديزيز او كده سواء كيس كنترول او كوبورت اوبزرفيشن اما الانترفيشن انت بتدخل العيال اللي هو الباس بي. السكند ديسيشن الدكتور عليك يعمل معاهم عن بسرعه اللي هو ايه انت بتحلل الداتا اللي اوريدي اصلا بابلش عشان تطلع منها كونكلوجن معين. السكند ريفيو هو الدكتور قال انت في حاجه اسمها الناريتيف ريفيو وسيستماتيك ريفيو عارفين لازم نقارن ما بينهم. الناريتيف ريفيو ديت اللي زي مثلا ابحاث الكليه بتطلب مننا كده اللي هو ايه شوفي مثلا اعملي بحث عن الوايت باسز او يعني حاجه كده الكوشن واسع قوي او شاطر في الكتاب ده يعتبر ناريتيف ريفيو الكوشن موجود قوي يعني بس سيستماتيك ريفيو الكوشن موجود جدا. السورس بتاعت الناريتيف ممكن تجيب لي تكست بوك تجيب بابلش نون بابلش تسيب بعض البيبر حسب ايه الوقت اللي عندك. اما السيستماتيك كومبريز تشرح لي اللي كان في الموضوع ده. الاجهزه بتاعتك الناريتيف البيبرز اللي انت بتعتمد عليها فاريبل انت لسه مش فيش انتظام عشان تعمل مثلا اجهزه معينه. اما السيستماتيك بيبرز يعني عندهم شيك ليست كده يعني
كويس جدا، عشان كده هي الضمة طبعا. طبعا المريض احيانا تكون انفلنس واحيانا لا، اما السيستماتيك دايما هي الانفلنس. ده النوع الثاني اهو، انفيترو انيما وبينس في سيموت وبعد كده في سيوس كيس كنترول كوبوت اس تي سيستماتيك ريفيو انديت اناليز واحد تاني على طول عشان الريجوس سيستولوجي بير ريفيوز. اللارج سامبل انت بتعتمد مثلا على 30 تراير، كل تراير اصلا مثلا 1000 بيشنت، عندك 30000 عندك 30000 بيشنت، فهي لارج سامبل. طب احنا محتاجينها ليه؟ محتاجين دي سكند ريسيرش دايما، لان انت عندك حوالي 25000 جورنال موجودين دلوقتي، 8000 بيبر كل يوم، فمين اللي هيقرا كله؟ فانت محتاج ستادي وستادي. ده الفوست بوت تقريبا الدكتور قال لك كلمت عنه، وده كان اشهر بوكر يعني اللي هو الروبين بتاع كان دراسه عامل دي تطور سكند ريفيشن اوف المعارض. اللاين اوف 1 اللي هو الخط الاسود ده، كل الدراسه بتاعت الاستفسار اللي على الشمال قالت ايه؟ ان البيتا بوكر افكتيف، واللي هنا قال البيتا بوكر او البلاسيبو هو الافكتيف. ودي اتعملت 1992، وده كان سبب حتى لو لقيت كده الناس بتاعته هي شعر كوبرين، وعشان كده اتعملت بعد ده. وده ده اللي هو يعني الكونسيبت بتاعها او السكيلتون بتاع السيستماتيك فيو. دي بوستات يعني ريسورسز ممكن تطلعوا عليها تاني، في بوست اسمه يونس ليسن بيرسون للدكتور هشام المهيري موجود على اليوتيوب. ودي بيبرز برضه. حد عنده سؤال؟